قال والطواغيت كثيرون نسأل الله عليه وسلم، ورؤوسهم يعني رؤوس الطواغيت خمسة كبار حتى تحذر منهم. الآن يبين لك رؤوس الطواغيت حتى تحذر منهم، ما تكون واحد منهم. الأول قال إبليس نعوذ بالله منه، نحن نستعيذ بالله منه ونخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس، يعني طرد من رحمة الله، لأنه لا تستفيد شيء من لعنه، بل إذا لعن إبليس تعاظ، مفهوم؟ أنت ماذا تستفيد؟ تستعيذ بالله منه، تمام، وتخبر أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من رحمته، صح؟ تمام. أول من؟ إبليس. وعندنا في هذه الأيام من يشكك في كفر إبليس وقال لا تحكم على إبليس أنه في النار. طيب إذا من في النار إذا كان إبليس ليس في النار؟ ما يا أخواننا في عندنا معتقد أهل السنة والجماعة أشياء لا يمكن تحيد عنها، حتى لو تأتينا مليون نظرية، صح؟ نظرية داروين، نظرية ما أعرف إيش، مفهوم؟ أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب، ما يمكن إيش أن أغير هذا أبدا، هذا معتقد عندي، صح؟ لو يأتي هذا داروين بمليون نظرية الكذاب ما أسمع منه والله، صح؟ أي نعم، ما عليكم بالنظريات ولا محاضرات ولا إيش يسموها بغير اسمها، تمام. إبليس لعنه الله. والثاني من؟ خليك معيش، من هو؟ من عبد وهو راض. كيف؟ لو جاء إنسان وسجد لك، مفهوم؟ أو انحنى لك بالركوع والسجود، إيش تصنع يا أخي؟ تقول أحسنت، بارك الله فيك، وهكذا يعامل العلماء وأولياء الله؟ طاغوت. إذا فعلت هذا أنت طاغوت، صح؟ صح ولا؟ يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله، والواو هو ناشر كسرة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعلت لله ندا، الند شرك ايش؟ اكبر. احتج على الشرك الاصغر بالشرك الاكبر، قال جعلت لله ندا، بل ما شاء الله ثم شئت، لا، قطع كل طريق يوصل الى الشرك، مفهوم؟ مفهوم يا اخي؟ اذا هذا لابد يكون حال من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، قلنا هو يذكر لك حتى لا تكون أنت طاغوت. من عبد وهو راض مهم جدا، ما أحد ينحني لك. إذا انحنى لك إنسان يرفع هكذا، قل أن جعلتني لله ندا، إذا رضيت طاغوت لا شك فيك، مفهوم؟ كان يصلي في الليل، عابد من العباد يصلي في الليل، فرأى نور يأتي من جهة القبلة، ثم النور يزداد يزداد حتى رأى شيئا على عرش، فقال أي عبدي فلان، سماه باسم، سمى هذا العابد باسم، إني أنا ربك. بصق في وجهه قال اخسى عدو الله. هذا من؟ هذا الموحد. إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. كيف وعندنا بعض الناس قال ينزل علي الوحي، ينزل علي الوحي، إذن كفر أكبر، مفهوم؟ إذن يا أخواننا لابد نضبط معتقد أهل السنة والجماعة، ما يمكن تحيد عنها. وأرادوا هذه الأيام من يشككوك في الثوابت، مفهوم؟ أي نعم. من عبد، مفهوم؟ تقول ما يمكن يعبد أحد إلا الله، لا ولي ولا نبي ولا جني ولا صالح ولا غيره، ولا أحجار ولا أشجار ولا شمس ولا قمر ولا، مفهوم؟ تمام. هذا رقم كم؟ اثنين. من عبد وراض مهم ترى أخواننا، أي نعم. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل فرعون قال لكم قال ما علمت لكم من إله غيري. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب،
تقوم الساعة غدا يحصل كذا، عام 22 في كذا، صح؟ غدا النتيجة 2-0، يسجل الهدف الأول فلان في الدقيقة 7، مفهوم؟ هذا كل ادعاء أخطبوط يعلم الغيب في كأس العالم، هذا صحيح أو لا؟ واقع أو لا؟ ها؟ واقع. أخطبوط قال هو يعرف في كأس العالم، المهم أشياء، كله كفر أكبر. من ادعى شيئا من علم الغيب شيئا، مفهوم؟ تمام. الرابع، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله يصلح، أو حكم فلان من الناس والقوانين والطواغيت مساوي لحكم الله أفضل، هذا كفر أكبر. لكن من اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وقدم حكم القوانين وكذا، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، على خطر عظيم. نعم، مفهوم. ويا أخواننا الحكام المحكومين الدول كذا، ليس عملك هذا، عمل كبار العلماء القضاء الشرعيين، أنت عليك النصح والإرشاد، مفهوم. إذا أعيد مرة أخرى، إبليس من عبد وهو راضي، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، من اعتقد أن حكم الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس والقوانين والطواغيت مساوي الحكم الأفضل، اعتقد هذا كفر أكبر. لكن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وقدم لهذا في نفسه حب رئاسة منصب، كفر دون كفر، كفر أصغر، خطر عظيم لا شك. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، قطعنا الرأس، مات الجسد، الإسلام أخذناه، الاستسلام لله بالتوحيد، ونقيد له بالطاعة البراء من الشرك وأهل مراتب الدين 3، استسلام لله بالتوحيد، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، الأعمدة التي يقوم عليها البنيان الصلاة، وذروة سنامه أعلى الجهاد في سبيل الله. يقول ابن القيم رحمه الله الجهاد على 4 أضرب. أول شيء قبل أن تفكر في جهاد الكفار، جاهد نفسك، وجاهد النفس والشيطان وعصهما. أول شيء تجاهد نفسك بماذا؟ أمس قلت لكم سورة العصر بالعلم والعمل والدعوة والصبر، مسائل 4، مفهوم؟ هذا أول شيء، جهاد النفس. الثاني تجاهد من؟ الشيطان. الشيطان الرجيم، سمي بالرجيم لأنه يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. شبهات بدعة وشرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغائر وكبائر، مفهوم؟ إذن هو يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. شهوات صغائر كبائر، شبهات بدعة وشرك، والشرك أكبر أصغر. انتهينا الآن من الثاني، صح؟ تمام. الثالث كفار ومنافقين، مجاهدتهم بالقلب واللسان والجوارح والمال، قلب اعتقاد، لسان تصرح بلسانك تدعوهم إلى الله، نعم، بالجوارح بالمال. كيف بالمال؟ تشتري رسائل، رسائل علمية في دعوة الكفار للتوحيد وتعطي رسائل، صح؟ تجاهد أنت الآن ولا لا؟ نعم. طيب الرابع، جهاد البدع والمعاصي والشركيات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا أعلى المراتب، ما استطعت باللسان، ما استطعت بالقلب، وهذا لا يوجد بعدها ذرة من إيمان، مفهوم؟ طيب يا أخواننا، مسألة الجهاد، مسألة الخروج إلى الجهاد، مسألة القتال في الدول، بعض الدول ما نريد نسمي دول، مفهوم؟ مسألة فقهية، صح؟ تمام. لو أفتى عندنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة في العقيدة، تقبلها أو لا؟ تقبلها، فما بالك مسألة في الجهاد ما تقبلها؟ إذا لماذا نقبل من الشيخ ابن باز مسائل في المعتقد ولا نقبل مسألة في الجهاد؟ مفهوم؟
الثاني، إذا أنا الآن أريد الخروج للجهاد ومنعني السلطان ومنعني مفتي المملكة، صح؟ لو كان هناك شيء على من؟ على المفتي، صح؟ وعلى ولي الأمر، وكما يقال عندنا ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم، صحيح؟ أي نعم. طيب، ثم يا أخي أنت لو تريد تسافر الآن إلى مكة، تبحث عن فندق وعند من تنزل وإيش العملة وهل يوجد لصوص أو لا، صح؟ وأين أضع الحقيبة وأين صح؟ وكيف ألبس الإحرام؟ كيف وأنت تريد الخروج للجهاد مع من تجاهد؟ ما تدري، لابد تعرف على أي راية تجاهد، مع من تجاهد، صح أو لا. ثم يا أخوان، أنت الآن لابد تحدث نفسك بالجهاد، لكن جهاد إيش؟ حق. أدعو الله أن يرزقك شهادة في سبيل شهادة حق، ليست شهادة زور، صح؟ وعمر رضي الله عنه طلب الشهادة من الله سبحانه ورزقها، أين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أطلب شهادة حق، وليس يعني على ما يصنع بعض الناس من استعجال. ثم نحن نعرف أي عبادة، لابد حتى تكون العبادة صحيحة، لابد من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد في العبادة من شروط وأركان، صح؟ وتنتفي عنك الموانع حتى تكون صحيحة، إلا الجهاد. لا، حتى الجهاد، صح؟ لابد له من شروط وكذا حتى يكون مقبول. إذا ليس على ما يريد بعض الناس من كذا ومن كذا ومن كذا. هل معنى هذا ننكر الجهاد؟ ما ينكر الجهاد مسلم، صح، لكن ننكر ماذا؟ القول على الله بلا علم والافتراء والفتاوى، ونترك فتاوى العلماء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع عند التنازع إليه. طيب، بهذا أخواننا تم ولله الحمد شرح مختصر للأصول الثلاث. ممكن بعضكم يقول إيش هذا الشرح؟ لماذا بهذه السرعة نشرح أصول ثلاثة؟ طيب يا أخي، هل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما وضع الأصول الثلاثة أراد أن نشرح الأصول الثلاثة من كتاب التوحيد ومن العقيدة الواسطية ومن الحموية والتدمرية؟ لا، أصلا من الخلل أني أنا أشرح لكم الآن الأصول الثلاثة من كتاب التوحيد، صح؟ أشرح كتاب التوحيد أفضل. وقال يجب على كل مسلم ومسلمة، وأمور سهلة، ضوابط تضبطها، شيء فشيء ترتقي بالعلم حتى تصل، مفهوم؟ فنعم، بعض العلماء من طريقة ومن يعني من الذي يراه هو التطويل، وبعض العلماء يرى الاختصار، والاختصار إذا كان غير مخل حسن، مفهوم؟ أي نعم. وهذه كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصرة، فنحن نريد تضبط هذا المتن الآن المختصر والشرح، وإن شاء الله غدا عندنا اختبار في الأصول الثلاث. تعاونوا معنا، ادخلوا معهد السنة، لو تكتب معهد السنة وتدخل تختبر اختبارات الأصول الثلاثة، تخرج لك بعد الانتهاء من الاختبارات إجازة إلى الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عندنا واحد من إخواننا جزاه الله خيرا مندوب وزارة الشؤون الإسلامية، إذا أعطيت الشهادة حق معهد السنة يعطيك شهادة معتمدة من وزارة الشؤون الإسلامية مصدق. طيب، شهادة زور أو غيره الله أعلم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يا أخي اختبر أنت بنفسك، رسبت في الاختبار الأول عيد اختبار ثاني حتى تضبط هذه الأصول، التعريفات، التقسيمة. طيب، أما تغش ما تغش إلا نفسك، مفهوم؟ الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله سأله طالب، أيام كان يدرس الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية، سأله طالب في السنة الرابعة، طالب في السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية أسأل الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال يا شيخ ما هي شهادة الزور؟ طالب في السنة الرابعة لا يعرف شهادة الزور، قال له الشيخ الأمين الشنقيطي هي الشهادة التي تأخذها الآن إذا تخرجت. ليس معنى هذا أن كل طلاب، لا، هذا الطالب لأنه لا يعرف يدرس، وكتبوا في شهادة الطالب أن هذا الطالب أتم دراسة، صح؟ صحيح البخاري، وأتم كذا وأتم كذا وأتم كذا، وهو لا يعرف شيء، مفهوم؟
أي نعم. فأنت ما لا يعني تحصل وكذا، راجعوا مع أخوانكم مع زملائكم أخواننا، اضبطوا هذه العلوم، اختبر مرة اثنين ثلاثة، أرسل ما في إشكال مفهوم. المهم تضبط وتخرج بفائدة، مفهوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أسئلة ممنوع، أنا قلت لكم أنا هنا أنا الذي أسأل، معليش سامحني. أي نعم، ما في مشكلة، سؤال واحد ما تعرفه ما في مشكلة، ليس مشكلة. بالنسبة للكتب إن شاء الله أحاول غدا آتيكم بالكتب إن شاء الله. وإذا الكتب يا أخواننا أدخل PDF تجد الكتاب إن شاء الله موجود، أو من أحد زملائك أو دار النصيحة عندهم الكتاب يباع، أو غدا آتيكم بالكتب إن شاء الله تعالى. والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.